بعد كده بقى هفضل اسطر اروح استدير. حوشت عجين زي ما انتوا شايفين، لحمه مفرومه دي التوابل بتاعتنا المميزه. انت قلت لي ان الحواوشي عندك مميز جدا جدا جدا، دي من اكتر الحاجات المميزه عندي في المحل اللي مطلوبه عندي باستمرار. والله والله دي لحمه بناخد التوابل بتاعتنا برش عليها رشه. ايه ده انت هتتبله قدامنا؟ طبعا هتتبل هنا رشه ثانيه. دي التوابل اللي انا مش هينفع اقول عليها الصراحه. اسرارك بقى. بالظبط كده. وده الفلفل الاسود ده معروف طبعا. ده النبت بتاعنا. الله. نبتدي بقى نقلب. نبتدي بقى نقلب الحواوشي بتاعنا كده زي ما انتم شايفين، عجينه والتوابل كلها قدام عينينا. نقلب زي ما انتم شايفين كده، اللحم بيبتدي يتحيق. وطبعا الحواوشي لازم اللحمه تكون فيها نسبه دسم عشان هو ده اللي بيدي طعم. بالظبط، لكن نسبه الدسم عندي قليله جدا زي ما انتم شايفين. اللحمه بتتحيق. هنبتدي بقى اللحمه نفرده. نفتح الرغيف بتاعنا كده، بناخد الكوره اللي زي ما انتم شايفين، هي دي الكوره اللي بتتحط في الرغيف انتم شايفين. ما شاء الله الرغيف مليان. بالظبط كده. فين بقى رغيف الحواوشي؟ انا لسه لحد دلوقتي الحواوشي عندي ب 120 جنيه بس. بس؟ بس. عندي حواوشي الموزاريلا ب 35 جنيه. هوريه لكم دلوقتي حالا. تمام. ايه تاني عندك هنا؟ عرفنا بقى بالجزء ده في ايه تاني؟ قبل ما اعمل لكم الحواوشي الموزاريلا تعالى اعرفكم على دي. ده سيرتيز الكوارع. كوارع 100% مش 99 ولا عصب زي ما انتم شايفين. قطع الكوارع، العروق، النخاع اللي مش على الوش ده زي ما انتم شايفين النخاع بتاع الماسوره، شوربه تقيله دسمه. ودي الشوربه اللي مالوش في الكوارع بيشرب شوربه ساده من غير اي حاجه، بالدقه بتاعتنا والخلطه. ودي الصلصه بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها للفته والدقه والثوم، دي كلها متحبشه. ده سيرفيس الرز اللي احنا شغالين منه، اللي عايز رز بنحط له صلصه واللي عايز فته زي ما انتم شايفين. ده الرز بتاعنا، شغلنا كله يومي، مفيش حاجة عندنا بتقعد لتاني يوم، اللي بيقعد عندنا لتاني يوم بيتقل. يعني لو ليك في الأكلات دي وكمان لو مالكش هتلاقي طلبك عند الخديوي. الحواوشي. هو حواوشي، كبدة ردة، كفتة، مخ، ممبار، طعام، فشة، كوارع، رز، فتة، كل ما تشتهي الأنفس عند الخديوي هنا هتلاقيه. مكانكم فين يا أستاذ عبد الله؟ احنا هنا في السويس، شارع عثمان، السلام واحد. حبة نورونا، أول ما تخش شارع عثمان هتلاقي مصمة الخديوي واليافطة بتاعتي من أول الشارع لآخره. من الأماكن نظيفة جدا بصراحة وشغلهم نظيف. وده شكل الحواوشي بالجبنة الموزاريلا مش كده؟ وده العيش الفست اللي احنا بنستخدمه للفتة هنعمله قدامكم دلوقتي. يلا يلا ناخد الكاتشب بتاعت العيش المعمر بتاعنا زي ما انتم شايفين. نجيب الكاتشب بتاعتنا كده ونسقيها سنة الشوربة زي ما انتم شايفين. بناخد سنة الصلصة زي ما انتم شايفين. بناخد الرز. ليه كل المصامد بتعمل الفتة برز بشعرية؟ هو مميز ومطلوب اكتر من الرز الابيض. فعلا انا فعلا كنت شغال رز ابيض، المميز عندي واللي دايما بلاقي كده فعلا هو رز شعريه. ودي الدقه بتاعتنا الصلصه والتومه والخل زي ما انتوا ما شايفين. لا مش بس كده، كمان بنستخدم لها كمان التوابل بتاعتنا مع الفلفل الاسود. دي كده الفته اللي احنا بنشتغلها. كمان نعبي قدامكم واحد كوارع بالتتبيله بتاعتنا. واحد كوارع التوابل بتاعتنا في غيري. زي ما انتم شايفين كده برضه الصوت بتاعنا الكوارع بتاعتنا. كله طازه قدام الزبون بيتعبى على حسب الطلب زي ما انتم شايفين. حطينا التوابل بتاعتنا مش بس كده، كمان نيجي نحط اللمسه بتاعتنا الاخيره. والف هنا شفاء على الزبون. تسلم ايدك. حاجه جميله جدا. حواوشي اهو، حواوشي الموزاريلا. انا هوريكم بقى سر الخلطه بتاعتنا. نعمل زي ما انتم شايفين، ده الحواوشي الموزاريلا بتاعنا. بنمسك نفرد لحد الاطراف في الاخر، وبينزل كمان عندنا الفرن تاني
ياخد التشويع الاخير بالظبط كده. خمس دقايق بالظبط هتستلموا مني الحوش المرسلين. ده الحوش بتاعنا بعد ما بيطلع رغيف زي ما انتم شايفين كده بيتقسم نصين كل نص زي ما انتم شايفين كده. الحوش فكر الناس تاني بسعره. الحوش عندنا ب 20 جنيه عكس السوق كله في بلد 100% زي ما انتم شايفين. الحوش بيتقسم نصين للاكل على طول. بيتحط في ورق زبده عشان لو في اي سمنه ولا اي حاجه الحوش دوت بيتغير. ورق الزبده بيتغطى كده ويتلف عشان ما يعرقش. ده زي ما انتم شفتوا ده المخ بتاعنا البلدي الصابح. مفيش واحد بيبات عندي تاني يوم. وده طبعا المشاكل الفيديو اللي عندي سبيشال ب 80 جنيه زي ما انت ما شايف. ممبار، كبده، طحال، لحمه راس زي ما انتم شايفين، الطحال، الفشه، الكبده، الكفته، السجق زي ما انتم شايفين. الطبق عندي بشكل عامل ازاي. ده شكل الممبار بقى طبعا اتحط اخر حاجه خالص عشان مش بياخد وقت. وده شكله بعد السوق. دي بقى الطاسه بتاعتنا مشكله فيها اكتر من 8 اصناف زي ما انتم شايفين. الكبده، الكفته، السجق، القراقيش، الفشه، الطحال، لحمه الراس، الضره. كل دي الطاسه بتاعتنا مشكله بعد ما استوت في السمنه بتاعتنا. بنبتدي اللي احنا هنعبي منها ونمشي الناس الوقفه دي قدامنا كلها. لازم اللي احنا بنصبر على الاكل لحد ما يستوي السمنه ويتصفي السمنه بتاعته ونبتدي نعبي ونمشي الناس. عندكم خدمه دليفري؟ طبعا عندنا خدمه دليفري متاحه من الساعه 2 الظهر للساعه 3 الفجر، متاحه يوميا. ده المخ بعد ما استوى. الاصعود وده سندوتش المخ بعد ما استوى واتقفل. صراحه شغلهم نظيف جدا زي ما انتم شايفين. صورنا لكم كل حاجه هم شغالين فيها وبيعملوها كمان عملي قدامكم. يلا واحده شايفين بقى الطبق اهو المشكل. دي الحاجات البسكوته اللي استاذ عبد الله قال لنا عليها. والممبار طبعا المحمر اهو في السمنه. واللي مالوش في الاكلات دي يقدر يجرب الطبق ده لان هو ما فيهوش اي حاجه غريبه. فتقدروا تجربوا الطبق ده وبعد كده بقى ايه وتجربوا الحاجات التانيه اللي عنده. كبده البانيه. هات نص ليمونه يا بلا. الخديوي الطبق ده عباره عن كيلو مشكل الحاجات اللي انتم شفتوها وعرفنا مكوناتها. مستر كيلو مصدر الخديوي يا راجل.